بنحييكم عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان، واهلا وسهلا بكل الاصدقاء اللي راح يتابعوا معنا حلقه جديده من مشاكل وحلول. دائما اصدقائي، باطار المواكبه والمتابعه، قرارات كثيره ممكن تصدر عن المعنيين، ومن واجبنا نحن وبناء على تكليفكم لنا وبكل ثقه وامانه بنحول هذه الشكاوى او المراجعات او المعاناه يلي بتعتبروا انه انتم من واجبكم تستفسروا عنا الى المعنيين. مع ضيوفنا اليوم رح نحاول نستفسر عن انشاء الصندوق الخاص لموظفي وزاره العمل الذي يمول من مساهمات المواطنين. طبعا هذا القرار اللي اعلن عنه معالي وزير العمل سجعان أزي، وشرح وجهة نظره من خلال تشريع آلية العمل والتخفيف من الرشوة إنجاز التعبير. البعض الآخر من الآراء شاف أنه هذه الفكرة غير قانونية، بحاجة إلى تشريع وكثر التوصيف لهذا القرار. مع ضيوفنا لليوم بنرحب بمدير عام وزارة العمل جوزيف نعوس. سعادة المدير العام، أهلا وسهلا فيك بمشاكل وحلول. وأيضا بنرحب برئيس نقابة مكاتب استخدام العمليات الاجنبيات بلبنان هشام برجي. بنقول لك اهلا وسهلا فيك والحمد لله على السلامه، مشتاقين لك. ونحن بانتظار انه ينضم لنا نقيب المحامين في الشمال فهد المقدم يلي الان بعجقه السير على مدخل بيروت، وان شاء الله يقدر يكون معنا بسياق البرنامج. بدك تسمح لي ابدا معك سعاده المدير العام. اليوم هذا القرار انشاء صندوق خاص لموظفي وزاره العمل يمول من مساهمات المواطنين، كثير انحكى عنه، لبل انه يعني نقيب المحامين في لبنان الشمالي تقدم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة لإبطال هذا القرار. في هذه المرحلة بدي أسأل، أنتم كوزارة كيف تلقيتوا يعني خبر مراجعة مجلس شورى الدولة، وماذا يعني هذا القرار تحديدا؟ نعم، بداية أنا بشكرك على إثارة هالموضوع هذا هلا، وأنا بقول أنه هذا القرار عن وضع موضع التنفيذ، هذا بحاجة لآلية تنظيمية بتحطه بموضع التنفيذ ليمشي الحل. فأنا بحتار أنه مراجعة قرار نحن أصلا متريثين فيه، وزارة العمل واقفين بوزارة العمل، ما حتى ما طبقناه، ما مشي يعني. أنه هالسرعة والاندفاع باتجاه أنه والله هالقرار وبدنا نراجع مجلس الشورى الدولي، وبدنا يعني بده يكون هذا قرار نافذ ومطبق. ليش اعتبروه يعني قرار بشجع الرشوة؟ يقال في ناس كتير بيقولوا انه هذا يشرع الرشوة، او هذا يشجع عليها يعني، يشجع على الرشوة. انا ما بعرف اذا نحن عايشين بالسويد او بلبنان بالظروف الحاضرة. احنا بلبنان، يعني بلبنان نحن اصبح نحن، لكن بدنا نكون شجاعين، بدنا نكون شجعان، بدنا نكون صادقين لنقول انه في رشوه وفي فساد بالاداره اللبنانيه ككل. في موجود، هذا موجود، حدا بيقول مش موجود؟ موجود، توصيف واقع. طيب نحن بيجي هالموظف، بدايه خليني بلش هيك بدايه وبسرعه، تفضل. بيجي هالموظف ليقدم معاملته اللبناني، بده يقدم موظف، انا رحت على الوزاره بدي اقدم عمل، واجمالا اللبناني بيجي امتى؟ باخر دقيقه، يعني يا انه الاجازه بالامن العام، الاقامه بالامن العام بدها تخلص على بكره، يا انه كذا بيركض لعنا بدنا نعمل اجازه عمل لنجدد الاقامه او لناخذ اقامه. أوكي. الى اخره. ف بيلجا لمين؟ في سماسرة خي برا، بيلجا لسماسرة انه انا بدي، انا بيقول له بعمل لك اياها، انا بيدفع له مبلغ من المال وهيدا بيفوت لجوا بيعمل له اياها بطريق، يعني اخذ خط عسكري مثل ما بنسميه باللغه الدارجه وانعملت معاملته على السريع، بيدفع عليها طبعا. طب السؤال، ليش الموظف بيلبي يعني للسمسار؟ هلا سؤال. هلا طبيعي نحن بدنا نعترف انه المال بغر. هلا الموظف، انا ما بدي دافع عن الموظف الفاسد، الموظف الفاسد يجب ان يعاقب ونحن نلاحق الموضوع، نحن مش متكتفين وتركين الموضوع الأمور تسير على غوارنا. نعم. لا، نحن عم نلاحق وعم نوقف. نحن إذا بدك سلسلة الإجراءات اللي خدناها السنة استثناء كبيرة وكبيرة جدا في سبيل الحد من الفساد. أوكي. والحد من الرشوة، ولكن
هلا بتقلي في 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 موظف منه محصن اجتماعيا، منه محصن اقتصاديا، في موظف منه محصن تجوز اخلاقيا، هون بياخذ تجوز محاسبته هون اكيد اذا ثبت انه اخطا. نعم. اكيد اذا ما حسبنا نحن يجب ان نحاسب، نحن على انا على على بالاداره يجب ان نحاسب جميع الفاسدين. يعني هذا نحن يلي هلا معولين يعني الثقه على دور معالي الوزير ودوركم انتم من خلال المتابعه والمراقبه، ولكن بدي اسال النائب استاذ هشام، يعني هذا القرار يعني بكل صراحه اليوم حضرتك انت رئيس نيابي ومعاملات بشكل مستمر مع الوزاره، خبرني كيف نظرت الى هذا القرار؟ هل فعلا بيشجع الرشوه ولا لا؟ مش موضوع يعني انا كهشام او كنهار ما بفهم الموضوع انه بس انه بشجع الرشوه بتسموها رشوه، لا. انا اول شيء اي قرار دائما بطلب انه حيثيات القرار شو هي، شو الهدف من هذا القرار. انا برايي الحيثيات جدا منطقيه وانا معها، والهدف اللي وضع من اجله هذا القرار انا كمان مع انه لا، مثل ما عم بيقولوا بخفف من الفساد وبيطفي على السطح شيء اللي هلا حاليا مخبى بشكل منظم اكثر. وقبل ما ينبحث بهذا القرار، انا مثل ما قال سعاده المدير العام، هي مشكله اداره عامه بلبنان، يعني انت في مشكله كبيره عاجز عن معالجتها حاليا. نعم. بشكل يعني اجماعي بدك عم بيحاول الوزير، انا معروف ما بدافع عن حدا، انا في كثير قرارات انتقدت فيها مع الوزير بس مع هذا القرار انا معه. لقلك ليه؟ لانه بنجي نحن مثل ما قلنا عم نوصف المشكله، انه نحن مثلا في بطء بالاداره العامه، نحن مثلا سلسله الرتب والرواتب الى اخره، الموظف اللي معاشه هالقد اللي ما عنده حافز، انا ما حفوت بالتفصيل، تاخير المعاملات، الشعور بالغبن مثل ما حاول يلبن. نعم. ساعات بدنا نكون واقعيين، ما نتخبى وراء اصابعنا، انه بفوت واحد لعندي دخله 10000 دولار انا باخذ 600000، الشخص عم بفوت يعني كثير بهذا الموضوع، واللي قاعد مثلا بمركز ما بينشاف مش مثل اللي قاعد بمركز يعني بمواجهه المواطنين كمان عم بحس بالغبن. اجى هيدي القصه. لا انا برايي كان عم بفكر فيه مع الوزير انه السمسره اللي برا هن المستفيد الاكبر من موضوع تسريع المعاملات يعني. بعدين مثل ما قال انه تلبيه حاجات الناس، لا هلا بنفس الوقت نحن مع بس ولكن عندنا كثير استفسارات. لقلك شو هن الولكن؟ يلا نحن بنقول العام صدره رحب وبيسمع. لا انا لا بالعكس بيعرف، نحن اللي بنقوله اللي بيصير بدافع مادي بيقدر يصير مجاني. نعم. بس لنكون منصفين. نعم. بده يصير في اصلاح للقطاع العام. يعني هيك عم بيقولوا انه ليش الوزير ما طلع قرار يعني انصاف الناس ويطلب من كل الموظفين المتخاذلين محاسبته. اول شيء هذا موضوع تسريع المعاملات مش بس موجود بلبنان. نعم. انتبه، يعني بدول متحضره ومتقدمه في هذا السيستم، انه انت بحال قرت معاملتك بفتره معينه يعني رسمها بتصير. لا غير لما عم موجود، عم نحكي بدول اوروبيه متحضره. نعم. في بعطيك دليل بسيط، البريد. نعم. البريد هو قطاع عام منعطى لشركات خاصه بتعطيك تسعيرات 24 ساعه. نعم. سعر 48 ساعه. نعم. سعر، يعني نفس المبدا عم يتطبق، بس نحن اللي بنقوله اللي بيصير بمصاري بيصير ببلاش. بعدين ما تنسى في اهم من هيك، تعقيد الاجراءات. يعني انا بالاداره العامه لما بعدني لليوم بتبع اسلوب معظم وبعضه من العهد العثماني، ديوان قلم، تعرف هالتسميات كلها، وتسجيل وبعرف شو، وجيب لي ورقة وخذ لي ورقة، وهيدي غلط وهيدي صح. هيدي التعقيدات هي اللي بتسبب ارباك بإجراء المعاملات. يعني برجع أقول لك، بدأ يكون نظرة شاملة للموضوع، إصلاح شامل، بس بنفس الوقت نحن حاليا إلنا مصلحة أنه هيدا القرار يمشي. رح أقول لك كمان ليه، حتى حاليا أنا معروف بصراحتي المفاتيح لهيدا المواضيع. إيه؟ فيها موضوع يعني استنسابي. نعم. يعني بتستنسب مع مين بدأ تتعامل ومع مين ما بدأ تتعامل. أوكي. يعني مثل ما الموظف أوقات مغبون بهيدا الموضوع الاختيار. نعم. أوقات حتى اللي عم يطلب هيدا الخدمة كمان مغبون. لا بصير شيء شرعي مثل الأمن العام، علاقات عامة ما يسمى. نعم. بدفع هالرسم وبقول أنا بهذا الوقت المحدد بدي معاملتي، بس بنرجع بنقول نحن مع ولكن، يعني انه في عده اسئله بهذا الموضوع. المدير العام، هل ولكن يلي قصدها حضرتك النائب يعني. نعم. قديش انتم بتتلقفوها وبتحاولوا انكم انتم يعني تعالجوها وتتابعوها، يعني ماذا يعني هن مع ولكن كيف حضرتك بتفسرها؟ انا مع ولكن تبعته. مع. انا مع انه ينطرح برنامج شامل اصلاحي. نعم. على صعيد الاداره اللبنانيه ككل. نعم. هلا نحن هل فيما يتعلق بوزارة العمل اليوم مش قادرين نحن على إجراء الإصلاحات؟ أنا بقول لك الوزير معالي وزير العمل حاليا. نعم. عنده من الشجاعة
ما دفعوا انه ياخذ قرار من هالنوع صراحه. وانا هون واجه معارضه عم. بس واجه معارضه كبيره بالضبط، حتى الاتحاد العمالي العام يعني اجى مع هذا الوزير وقال انه يعني يجب العوده عن هذا القرار، قرار تشريع الرشوه. نحاول نناقشه بالعمل. نعم استعراض، انا برايي معظم الاستعراض. انا احترم راي جميع الناس. نعم. هذا رايهم بالقرار. مزبوط. ولكن انا اسمح لي اقول لك انه هذا قرار يصحح مسار المعاملات ويحد من الرشوة. أي معاملات ساعات المدير العام يعني؟ بس نقول وزارة العمل معاملات الضمان أيضا؟ لا ما له علاقة بالضمان، وزارة العمل ما هو متابع لكم. وهذا السؤال اللي سأله غسان غصن، قال إنه اللي عنده فواتير أدوية من سنة وسنتين عالقين بيدفع 50,000 تسريع معاملة لحتى يقبل مصريات ب 24 ساعة. يا سيدي الكريم، خلينا نوضح. اجتماعي مش إدارة من مش مديرية عامة بتابعة للوزارة. بس وزير العمل وزير الوصاية. نحن نعم. إيه وصاية؟ أنا وصاية على الضمان. نعم. الوصاية الوزير هو وزير وصاية، وأنا أمثل الوزارة كمفوض حكومي. نعم. نحن بنقول لهم انه الحكومة سياسة الحكومة باي موضوع من المواضيع هي كذا هي كذا كذا كذا. نعم. الاعتراض بعتقد كمان حتى المدير العام بيعتقد حق الاعتراض على قرارات الوزير، يعني مش كلها ملزم بتنفيذها. مدير عام الضمان، مدير عام الضمان في حال خلاف بين وزارة الوصاية وإدارة الضمان الاجتماعي بيرفع الموضوع، يعني الوزير مرشد روحي. مرشد روحي حلوة. نعم مرشد روحي للعمل. طبعا مرشد روحي لا لصندوق الضمان بس بيعطي. بس فعلا خلينا نحط شعبتين. تفضل. انه كان هيدي جرأة طبعا جريمة في العادة. يا خي شو نحن شو قلنا مصلحة بالموضوع؟ نعم. الوزير شو قلنا مصلحة بالموضوع؟ إلا أنه الحد من الرشوة صراحة، خلينا نكون صريحين يا خي. هلأ عفوا أنا بس حب مرة جهة اللي عم يحكي لك سعادة المدير. تفضل. نحن بحاجة لقرارات جريئة ومتقدمة، كنت دايما نقولها لنتجاوز كتير عرائيل. نحن حاليا بوضعنا الإداري المهترئ غير قادرين على التجاوز. بدك أوقات يعني شو بقولوا جرأة بالطرح وتجاوز عدة أمور قانونية مثل ما عم نحكي هلأ أو دستورية أو اشتراعية بس لإيجاد حلول. نحن سؤالنا اللي قلته أنا، هل قرار بيخدم الهدف؟ نعم بيخدم الهدف. الهدف شو؟ تسهيل أمور المواطنين. تسهيل أمور المواطنين وتنظيم، أنا ما بسميه رشوة، تنظيم هالمبالغ اللي عم تدفع على وزارة العمل بشكل يرضي جميع الأطراف وما يكون في غمار. القرار ما بلش بالشغل بعد، بعده عالق. طبعاً لا. مش عالق. نعم. خوفوه للوزير. نعم. ما حطيناه موضوع التنفيذ لأنه بقلب القرار منقول نحن أنه نعم. بده آلية تنظيمية لحتى ينوضع. بدنا نقول إذا بده يمشي هالقرار مربوط بوزارة المالية أو لا، المصاري بدنا نشوف وزارة المالية أو صندوق مستقل. نحن كنا ثلاثة توزعوا وطريقة توزيعهم. لا في بالقرار قضية طريقة توزيع. نحن هون يعني استرشدنا إذا بدك بما هو حاصل بوزارة المالية بالعائدات والغرامات. نعم. يعني طلع ناس تحصيل. نعم. طلع ناس يقولوا لك هيدا تخصيص، أنتوا عم تخصصوا مصاري لموظفين وزارة العمل وهذا غلط. لا في شمولية الموازنة تحط المصاري وتروح. ليش ما قلنا نفس الشيء؟ الوزير ما أخذهم بعين الاعتبار يعني كل هذه الإرشادات أو كل هذه الكلمات اللي ممكن إنه يسمع كل هذه الآراء المعروفة عنه. أكيد. يعني بيسمع كتير منيح وبيعرف يقرر أحسن. نعم. يعني هون عم بيقول إنه خوفون الوزير. أنا هون بدي أرجع للنائب. من شو خاف الوزير؟ ردة الفعل أحكيك صراحة، يعني ردة الفعل سياسيا قبل ما تكون موضوع. نعم. إنه إداري أو شيء، إنه أنت عم تاخذ قرار بوضع او تريح الناس. لا انه منه بالوقت والمكان المناسبين انك تاخذ هيك قرار انت. نعم. يعني انت معلش نحكيها صراحه، انت تمثل حزب الكتائب، الكتائب هي كانت الرائده بطرح مشروع يشرع الرشوه والى اخره، هيك الحديث تم. هون عمل ارباك، انا بهذه معلوماتي الشخصيه يمكن غلطان. بس الوزاره ما عملت سياسي، عم نحكي عمل. لا ما هن هيك اخذوها. نعم. هيك اخذوها. هلا مثلا اذا بتجي في قرارات غير للوزير مثلا عملها كمان فيها جرأه. ما حدا حكي مثل شو؟ هلا مثلا انه نحن معروف حزب الكتائب، بس انا عم احكي سياسي، انه كل حياته مشروع لا مركزيه. نعم. هلا نحن مثلا كنا مع لانه عدم المركزيه بالادارات العامه، بس كمان ما عم نفوت بموضوع ثاني، بس عم بعطي مثال انا. نعم. بس مش انه تشتمل على منطقه واحده، يعني مثلا بيعرف سعاده المدير شو عم بحكي انا، انه جوني صار في عنده مثلا مصلحه ولا اخره، ليش بس بيجوني تتعمم مثلا على بقية المناطق؟ يعني في قرارات جريئة، في إصلاح إلى آخره، بس نتمنى أن تكون النظرة شمولية.
شو الفكرة؟ بموضوع الخوف أنا أنه الوزير سبق كتير وكأن بيّن أنه حزب الكتائب مع هذا الطرح. أنا هيك الجو اللي وصلني يعني تم التراجع عنه سعادة المدير العام. وعندي بس لوم واحد سعادة المدير أنه ولو أعطونا حصل النقابة كنتوا في الصندوق حطونا شيء والله شيء أنتوا لكم حصل كبيرة اللي لا نحن بنقول انه هيدا القرار هلا واقف. اولا ما نحط موضع التنفيذ لا. لنقول والله مشينا قرار ورجعنا عنه في مذكره طلعت هو طلع قرار اثنين هالقرار هيدا يلي نحط نحن اذا بدنا نوقفه او نتريس مش لانه نحن ضد مبنى القرار مضمون القرار نحن مع انا بصراحه مع مضمون القرار ولكن إذا بدك من حيث الشكل أنه إيه هيدا طرح مرسوم طرح رسم عفوا يسمى رسم والرسم بده بينعمل بمرسوم يتخذ مجلس الوزراء صعب هلا موافق أنا موافق صد وقت نحن سنعمل حاليا ونحن بالصدد تحويله خي لمرسوم وسنطرح على جميع الأجهزة جميع الإدارات الرئيبية عندنا بلبنان وعلى مجلس الشورى الدولي وعلى كله ديوان المحاسبة فليتحمل كل فريق مسؤوليته بهالموضوع وإذا بيقولوا لا وما معكم حق بنكون اللهم إنا بلغنا أنه نحن خي عم نظبط موضوع ومسار أسوة بما جرى في لبنان بغير إدارات وفي الخارج كان عم بيصير منا وعم يثبت عن إنتاجية وعن نجاح. طب سؤال بيطرح نفسه ساعة المدير العام يعني هلا أنتوا قلتوا القرار هو بعد ما تنفذ لا 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 ما تنفذ لا 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 طب مراجعة مجلس الشورى الدولي شو المطلوب إنه حتى الرجوع عن فكرة القرار يعني شو أنا شو أنا أنا هذا الشيء أنا هذا الشيء يلي محيرني الحقيقة إنه نقابة محامين وكذا بتراجعوا مجلس الشورى الدولي على شو؟ معني بقول من واجبات نقابة المحامين التصدي لأي إجراء إداري أو حتى قرار مخالف للمبادئ القانونية العامة ويضر بمصالح وحقوق المواطنين هذا دوره نحن ممنونين وإذا بيفكروا أنه ما معنا خبر نحن أنه الرسم بده مرسوم والضريبة بده قانون مجلس النواب ما بتصور أنه بيكونوا مخطئين معنا خبر في نسبة العمليات متأخرة لحتى الناس عم بتطالب يعني بتعجيلة لا 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 إذا بقول لك أنا رح أقول لك شغلي بعد الأرقام اللي. إذا بقول لك أنه بدائرة كدائرة جونيت جبل لبنان الشمالي نسميها تبع العمل في عندنا 500 معاملة باليوم الواحد في كم هائل من المعاملات يعني ما بتصور أصل الكادر بالإضافة للشغور الهائل عنا عنا تقريبا أقل من 50% شوي شاغر هلأ أنتوا ليش ساكتين عن الشغور منا ساكتين وعم نعمل بس هذا هلأ مش موضوعنا عم نشتغل كتير مع مجلس الخدمة المدنية بسبيل بعدين عنا نحن ألزمنا أنفسنا بمهل يعني معاملة إكس بدها 3 أيام مش 3 أيام وساعة أنا كمسؤول لن أرضى بثلاث أيام وساعة تسلم بوقتها لصاحب الهيئة عادة 3 أيام بدل المعاملة لا في حسب المعاملات في معاملات 10 أيام في معاملات 15 يوم رفت كيف حسب المعاملات اللي بدها 15 يوم بيخدها صاحبها 15 يوم ماكسيموم ممكن يخدها قبل هالقصة نحن عنا مهل يعني هذه لن تكون إذا أقرت على حساب المواطن اللبناني الذي يختار ألا يدفع لأنه هذا اختياري ما حدا أري أنه اختياري ينشأ في وزارة العمل صندوق خاص لموظفي وزارة العمل هلأ هو كلمة صندوق نقزت العالم وأنا بعترف العنوان كان خاطئ يعني لأنه نقزت أنه إنشاء صندوق مش هدفنا إنشاء صندوق هدفنا الحد من الرشوة ومن الفساد طيب ولكن هالمصاري اللي يجوا انه سيصير بدنا نشتغل على على هالقرار اللي موجود قدامنا لحتى نحطه بقالب قانوني مظبوط تيمشي عم نقول لهم يمول من مساهمات المواطنين اختياريا اي مواطنين
الذين يريدون إنجاز معاملاتهم بأقصى السرعة ما بيقولوا أنه دون انتظار المهل المتبع في مهل البعض بيقولوا أن الفقراء مش بيقدرون يدفعوا صار هذا صندوق للأغنياء للمقادرين للميسورين مش بيروح قبل الوعد دائما عفوا ليش هالانتقاد دائما انه بيفتكروا الناس انه هلا انا مني انه عم بحكي عن فكر انه كان شمولي شيوعي لا عم بحكي انه طب اذا انسان ميسور ومشغول ما قدر يروح وحب انه مقابل بدل مال انه شو يعني من نقتله لا هيدي الفكره غلط اللي منه قدران قبل المهله بدنا عفوا بدي اقول شغله بتعرف نحن ليش انبسطنا بهالموضوع احد الاسباب بالتسعير لكون صريح معك انا زلمه منطقي واقع نحن عم ندفع اضعاف هيدي المبالغ عن هيدي الخدمات المسكونه لمين عم تدفع انت جاي من هالك من هالك لمالك لعباد الارواح بقى نحن كيفنا هيدول كمان جرأة منك تقول انه انتم عم تتكلفوا وعم تدفعوا طبعا هي معروفه منه يا برجع بقول لك بس بحب ورق يا لا ما انا بحب الواقعيه يعني الوزير لما اخذ هالقرار انا بدك اكثر انا بعرف وين بلش هذا الموضوع وين والحديث كيف بلش لا انه اول بلش الحديث عم تحكي انت من اشهر طويله لورا وانا كنت موجود باحد الاعداد وانه جينا عم نحكي نحن عم نشتكي اللي بده يتكلفوا يعني انتم بتسموه فساد انا ما بسميه فساد وما عم دافع على الموظفين انا عم بقول لك لهلا في موظفين بوزاره العمال لو بتعطيه مليون دولار ما بيمضي لك ورا انا ما عم بخير ومش معناتها اللي بيمضي فاسد لا لا عم بحكيك صراحه بس انتبه انا احلك شغله شو لك اللي بيمضي الموظف حاعطيك مثلا انا موظف عنده 3 اولاد بس مدارس اولاده 12 مليون ومعاشه 800,000 هذا في منطق حاج يعني انا ما عم بحكي في وجدانيات صار لما انتو تعدلوا سلسله الرتب والرواتب وتحملوا موظف ساعتها اذا بيجي بيقول لي بده 10,000 ساعتها انا بحاربه يعني انا اخطاء شو بيقولوا الواقع البلد الاقتصادي والمعيشه والاجتماعي وعدم المساواه عم نجي نلاقي طرق معينه انه يعني نحاول نعمل نوع من التوازن ليتم الرضا والانتاج الحقيقي يطلع لا. من هالادارات الرسميه ساعات المدير العام يعني اللي عم يحكي النقيب انا يعني كمان بايده فيه لانه عم يحكي بكل شفافيه وصراحه ولكن حجم هذا القرار اللي بعد ما مشي بتعتبر اخذ حجم اكثر ما هو يعني انكتب عنه وتناولته تعليقات ومقالات وتحليلات ليش لماذا انا بقسم الناس يلي انتقدوا هالقرار وفعاليات وجمعيات فعاليات انا طبعا نعم انا بقسمه ناس ضميرة بيقلها يا خي هيدا القرار مش منيح وهيدا رأيه وقناعته بشكل مجرد بشكل مجرد حدا طلب منكم تفسير رسمي كمجرد أكيد انطلب وعطينا تفسيره ناس خي ضد القرار من اللي منتفعين حاليا والدليل كيف سر بالقرار يه عم قلك مثل شي غنية وضربة كل العالم وبعد القرار عندنا نحن بالوزاره بس عمل مؤتمر صحفي الوزير حكي عنه صحيح لما عمل مؤتمر صحفي كان مضى بعد نص ساعه كان دجا وينك وين كان عمم على كل كان في رؤساء دوائر عندنا موجودين بالاقاليم على الواتساب يسالوا هلا انه يسالوا شو صحه هالموضوع ما معه الخبر فاذا ناس عقائديين خي الناس انا بقول لك يعني انا هلا ما عم بنتقد انا بحترم راي كل الناس ولكن الناس خي طلبا للشهره يعني انه والله موضوع سهل الانتقاد انه نعم. هيدا بده قانون وكيف ما معهم خبر هذا بده مرسوم وكيف هالجماعه جهل خي لا مش هذا الموضوع اذا نحن لكن القرار انعمل وكل هدفنا هو نعم. انه اذا مش ازاله الفساد الحد من الفساد والرشوه خلينا ناخذ بريك لحتى نرحب بضيفنا نقيب المحامين في شمال لبنان فهد المقدم يلي وصل بهذه اللحظات لاستوديو التلفزيون لبنان بريك ونرجع متابعين معكم مشاكل وحلول واهلا بكل الاصدقاء اللي انضموا لنا بهذه الاثناء بنرحب بضيفنا نقيب المحامين في شمال لبنان فهد المقدم نقيب اهلا وسهلا فيك الله يخليك وبعتذر انا منك ومن الضيوف ومن المشاهدين عجقة سير حقيقه غير مسبوقه يعني ما بعرف العالم الدول العربيه باشت بالتجافي والقطار السريع السعوديه والمغرب ورحنا ما فينا من طرابلس لبيروت
نقدر نحل هالمشكله هيدي. احنا نبلش قطار سريع بالمعاملات. نعم بدنا نحكي بالواقع حول انشاء الصندوق الخاص لموظفي وزاره العمل الذي مول من مساهمات المواطنين، وكان اللافت مراجعه النقابي في شمال لبنان لمجلس شورى الدوله، وانتم طلبتوها بابطال هذا القرار. كان ساعات المدير العام عم بيقول انه هالقرار اللي حكي عنه معالي وزير العمل لم يعمل به، يعني بعده قرار. على أي أساس أنتوا استندتوا لمراجعة مجلس شورى الدولة؟ هلأ ما في شك أنه خلال شهرين القرار إن كان علقوا على باب الوزارة أو نشروا جريدة رسمية أنه كان في يطبقوا. يمكن سمعت أنه معالي الوزير يمكن بعت ياخذ رأي مجلس شورى الدولة بمدى قانونية القرار. يمكن انت ما تبعت الضجه اللي اخذتها على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى صعيد المجتمع المدني، لكن عم نحكي عنه بالاذن منك بدي اعطيك. عم نقول انه اخذ ضجه اكبر من حجم يعني سريان هذا القرار، هذا اللي عم نسال عنه. ليش بس بدي احكي شغله زي اليوم هي ما بس المشكله، اول شيء هذا انا برايي في خطا. الخطا من مين؟ الخطا بهذا القرار، الخطا انه اليوم انا بخلف مبدئين اساسيين. اول مبدا هو مبدا المساواه بين المواطنين، يعني انا اليوم اللي ما عنده امكانيه يدفع المساهمه ما بتسرع معاملته، واللي معه امكانيه بتسرع. والمخالفه الثانيه انا عم بفرض ضريبه او رسم بشكل الدستور بيقول بده مجلس النواب تفرض رسم او ضريبه. طب والامن العام والباسبور نفس المعامله. حنوصل لمرحله ثانيه. انا برجع بقول لك انه جد كل هالمخالفات هذا دور نقابة المحامين. نحن دورنا دور ما حقول حكومة ظل، نحن دورنا هو الرقابة على حسن تطبيق القانون، لأنه هذا ضمن عملنا أصلا. أنت أول شيء وقت عم الخوف الأكبر أنه هذا بتعمم على باقي الوزارات، بكره بتوصل على الدوائر العقارية بيقول لك أنا ما بمرق لك معاملتك إلا ما بدي أعطي الموظف. بعدين الموظفين أنه المرتشي أو مثل ما قال معالي الوزير اللي ما عم بيقوم بعمله، أنا برأيي يكون في صندوق للشكوى ويتخذ بحقه تدابير. إما اتخذ يمكن في حدا عم بيغطي أو شيء، معلش للرأي اللي عم تتخذ. بس هذا الموضوع يجاوبنا المدير العام، لأنه اللي حكيته كتير مهم وبسمع رأي النقيب. بس ساعات المدير العام يعني باختصار اللي قاله نقيب المحامين شو رأيك؟ هلا انا معه انه مثل ما قلت لك اللباس القانوني له لهالقرار هذا يجب ان يصدر بمرسوم، لانه هذا رسم وليس ضريبه. وهناك في فروقات بين الرسم والضريبه، هذا بيطبع على كلمه الرسم. نحن ما بعرف، في ناس اول شيء ما قريوا كلمه اختياريه. مواطن بده يدفع بيدفع، ما بده يدفع ما بيدفع، وبياخذ معاملته ضمن المعاد. الفقرة ب من المادة الثالثة بتقول يمنع أي موظف من حث المواطنين على الاستفادة من هذه الخدمة تحت طائلة اتخاذ التدابير الإدارية بحقه. نحن بالعكس، نحن منحث المواطنين على اتخاذ الطريق المضبوطة، يقدم معاملته ضمن المهل ما يكون محشور فيها هو، وبيخدها ضمن مهل محدد. ساعات اذا في، بس بدي الفت نظر على شغله اليوم. يمكن تفضلت مثل ما قال انه يمكن هيك تاخذت قياسا على الامن العام بالنسبه للباسبورات، بس برجع بقول حتى لو اختياريا يعني هيدي بترجع بتخالف هذا المبدئين. لو اختياريا يعني اصلا حتشجع غير ادارات انها تجي تمشي. يعني احنا عاملين بمشكله ليبون بوست بيتاخر الموقوف بدك تقدم له تدفع له كفاله، بتروح بدك تدفع كفيته بتحط لك 200 300 الف زياده، كل المعاملات بدك تروح على ليبون بوست، بدك تروح. هذا كله ارهاق هيدي على المواطن بطريقه غير مباشره، عم تفرض عليه ضرائب ورسوم الادارات عم تفرضها بغير موجب قانون. اليوم الكهرباء بيحطوا لك 10000 ليره الا ما ادري قديش، ونحن مشكله الكهرباء بعدها بدون كمان قانون. يعني معلش المبدأين اللي انا وياك اتوافقنا عليهم، واكيد معالي الوزير وانا بعرفه هو ضنين يعني على انه على حسن تطبيق القانون، يمكن شرح هو بعدة مقابلات خلفية قراره. أكيد هذا الموضوع مخالفته لها المبدأين، مبدأ المساواة بين المواطنين، والمبدأ الثاني اللي هو أساسي لا يفرض رسم إلا بموجب قانون. بكرة أكيد حتيجي رأي شورى الدولة
بهالخلفيه. انت بدي راي متاخر على رايي؟ لا ما في تاخير فيها. ما في تاخير. اسمح لي بدي اسمع بس راي نائب نقابه مكاتب استخدام العاملات الاجنبيات. يعني من هذا القانون اللي انت من هذا القرار الاداري او التدبير الاداري لمعالي الوزير انت قلت انك انت معه، ولكن نقيب المحامين يخالف. قلت معه ولكن ولكن وقال المدير هو مع الولكن. قلي بس ولكن قبل احنا قبل لما عم بيقول عنده خوف تنتقل لغير وزارات وادارات. انا ما كثير مطلع، بس انا مطلع جدا على وزاره العمل. يعني معاملات وزاره العمل لأول مرة في شيء بهالقرار كمان ما حدا نلاحظه، لأول مرة الوزير عطى مهلة لإنجاز معاملة بغض النظر عن موضوع الصندوق. هيدي ما كانت موجودة. يعني صار يجي يقول لك أنا بالأيام العادية هيدي بدها 10 أيام 15 يوم في معاملات، كل معاملة حسب وقتها ما محطوط تتاريخ اليوم. بيعرف سعادة المدير ما في مهل لإنجاز معاملات، هيدي كانت تعمل إرباك وهي اللي كانت سبب. كيف كان يتحدد موعد إنجاز معاملة؟ ما بيحددوا لك، لو أعطيك وصل بطل يحطوا تاريخ من زمان على الوصل لإنجاز المعاملة. دليل شو؟ ما بشرح لك أنه نحط وقت. بعدين المعاملات وزارة العمل اللي مطلوبة يعني منا طارئ أو ملحة ولا آخره، لنكون صريحين. بل أنا موضوع المساواة، إذا المساواة الاجتماعية ما حفوت أنا أضطر أنه مثلا في ناس ما بتقدر تروح أو بحاجة أسرع لهذه المعاملة. بتروح بوقت اللي قبله، بتاخد معاملتها بالوقت المحدد. يعني بعدين موضوع هلأ اللي حكاية حضرة النائب جدا مهم، أنه وين الأخطاء حتى بوزارة العمل. أنا كنت من اللي ساهموا بالاتفاق مع الليبان بوست. تعرف نحن كنا بوزارة العمل كنا وزراء عمل، تعرف يعني بدنا نحكي كثير. يعني كنت من اللي وضعوا هذا القرار، بس اختياري ما يكون إلزامي. حتى الليبان بوست أنا ليش بدي يكون إلزامي؟ ليش عم تلزمني؟ هلأ اليوم إلزامي وعم تحكوا على الفساد. أنا برأيي التخصيص لمحاربة الفساد، بس روحوا شوفوا من التجربة. كمان إلزامي ببعض المعاملات؟ إيه طبعاً بالتجهيز وبالكذا. بس ليش لازم يكون دائماً هيدا الحرية الاختيار؟ أنا ما بدي أدفع لليبان بوست، أو ما بدي أتعرض صراحة لتاريخ اليوم. أنا سعادة المدير هون تجي وزارة العمل بتطلب مستندات 1 2 3 4 إنجاز معاملة، الليبان بوست عم بيزيد عليها. ليه؟ هاي شو معناتها العرقلة؟ كنا دائما نقول احنا عرقلة إدارة بدها رشوة لتسهل أمورها. يعني برجع نقول هو أصلا مراجعة ملف من الأول للآخر. خلينا يعني نشوف الناس شو قالوا، لأنه كان في جولة لكاميرا برنامج مشاكل وحلول. يعني بالشارع نحن سألنا الآراء حول إنشاء هذا الصندوق. منتابع الريبورتاج سوا ومع ضيوفنا، بهم لأنه بعد الريبورتاج ناخذ آراءهم ردا على اللي رح نسمعه سوا. شيء أكيد مع هالفكرة، يعني مهم يستفيدوا هالموظفين وكل الناس بتستفيد، ما في مشكلة. يعني إذا كان بيكون هيك يكون كتير منيح، شغل تمام. هو أريح من هالتعب اللي عم يتعب الواحد، يعني هو أريح لأنه عم تتعب بتروح وتجي 3-4 مرات وعم بتحط أكتر من 50,000. هي فكرة أحسن. أنا بشكر مبادرة وزير العمل. الحقيقة انه كل مسؤول في ساعد الموظف، هذا عمل نبل واخلاق. وبعدين الموظف بحاجة لمساندة معنوية ومادية، خاصة انه لحتى يقدر يتفرغ وينتج بوظيفته. اول شيء هاي مش خوة يعني لجايبة الوزير، هاي دي بالنتيجة انه هي لصندوق الدولي. هلا اجراء قانوني مش قانوني على ضوء بقرر مجلس الشورى الدولي، بس بالنتيجة الاجراء اللي اخده مش ليصب بخانته الشخصية. يعني جبتين قانوني قانوني لا، من جيبتي وجيبتك لا، بس إذا كان في مساهمة وطنية كلنا مستعدين أن نساهم تنمشي أمور هالناس المعطرة بأي طريقة. ما لازم تمشي أفكار بسم الله كتير قوي معاليهم كلهم، بس يا ريت هالأفكار هذه بتكون لتفيد المواطن مش لتسحب جيبة المواطن. ولا كل شيء نحنا منحب نسرق فيه المواطن يصير سهل على الناس نحسه. ما نحن اوريدي اي معامله بدنا نسويها بهالدوله الكريمه $100 بنمشيها. وين ما رحت عم تدفع شيء؟ يعني هل لازم يزيدوا الموظفين بالاول، وثانيا لازم انه بننطر نحن 3-4 ساعات وفي عندك واسطه بفوت قبل، اللي عنده هيك بفوت قبل. اذا مرقوا على مجلس الوزراء وعطوا استشاره مجلس الشورى منيح، يعني هيك بطل اي موظف يتعذب يلاح معامله او هالسمسار بتمشي دغري. بس لازم يعطوا استشارة قانونية مجلس وزراء والشورى. جيت هلا من ساعة قدمت المعاملة كان في 4-5 زبونات، يعني ما فيش حدا. يعني وين تمشي المعاملة؟ ما بالصراحة يعني من 3-4 سنين تغيرت القصص كلها 100% تغيرت، بس الموظفين معاشيته قليلة بعد ما اجيت. شو زودي؟ بس هي زودة قانونية، بس لازم تنعمل طريقة قانونية مجلس وزراء مجلس الشورى، بقى بتكون محمي ظهره الوزير قانونية القصة.
قام حيربوه. الوزير عم يعمل هالشي ليسهل معاملات الناس. مثل ما عامل الأمن العام، بدك معاملتك سرعة تدفع عليه وتاخذها. ما بعتقد ضدها، لأنه إذا بده يحسن حال الناس بالعكس بكون معها 100%. ممكن واحد يكون ضد شي منيح، بس إذا كانت هالفكرة يعني ميزون اكزيكوشن يعني سيبوها للفكرة، مش تضلها فكرة، لأنه 99% من الشغلات اللي عم تصير بهالبلد بتضلها فكرة. تتجمع بصندوق واحد ومنخلص من كل هالشغلات، وكل واحد بده شغلته بسرعة بياخدها مثل الأمن العام. طيب وين الغلط يعني؟ بده شغلته بسرعة بياخدها بسرعة، بده إياها عادية بتمشي بالطريق العادي بتمشي بالطريق العادي، بس المهم ما يعرقلوها بالطريق العادي لحتى يصير الواحد بده يستعجلها. هاي كل القصة. والله هو منيح، ولكن بدك هالمواطنين يكون معهم مصاري ليقدروا يتبرعوا، ما خلوا حدا معه مصاري. يعني أنا واحد من الشعب اللبناني اللي هجيت كان عمري 18 سنة وجاي زيارة 5 أيام، المرة الجاي يمكن يصيروا 4 أيام واللي بعدها يصيروا 3 أيام. كرمال شو؟ كرمال هالحالة بالبلد اللي ما بحاجة لحدا يوصفها، ما بدي سنين وأيام حتى أوصف لك حالة البلد. الله يعينكم. بس نقيب الله يعيننا على شو ريبورتاج ختم، والله يعينكم مواطن. انا بس بدي احكي شغله اليوم. ما في شك انه في وجهه نظر، بس اكيد وجهه النظر الاشمل اللي اذا لاحظتها على وسائل التواصل الاجتماعي بفائقه صدور القرار مركز كثير على التواصل حقيقه. بتعرف انه احنا اليوم مجتمع، اليوم التطور العلمي اكيد، بس مش دائما يعني بدك تسمح لي، مش دائما هذه الوسائل مبنيه على طو يعني على خبره وجهه نظر، يعني عم تكون هيك انتقائيه. صحيح، مش وجهه نظر اليوم الشعب اللبناني. نعم. رقم 2، انا بغض النظر عن الموضوع، انا كنقابه محامين نقابه قانون ما فيني الا ما انتبه على حسن سير تطبيق القانون. طب انت مراهن على مجلس الشورى الدولي ان يبطل هذا القرار؟ اكيد ما في شك. ماذا لو لم يبطله؟ انا حقلك شو بتقول؟ انا حاحكي شغله زي اليوم، لا احكي بطريقه تانية. معلش نحن منا برات اورشليم بنعرف شو عم بيصير، اسمحوا لنا للمواصفين بنعرف، يمكن عم نحكي بال كيف عم بيتعاطوا بكل ادارات الدوله. ما في شك يعني انا برايي الخطوه الاساسيه اللي لازم تقوم فيها التفتيش ولازم يقوم فيها الوزاره هي ضبط هالمخالفات. اليوم وقت بيصير في، خلينا وزاره العمل شو عم بيصير، وزاره العمل حقيقه ما عم بحكي بس بالنسبه لهذا القرار. لا جد نجي نحكي، برجع بقول انا الوزير يمكن نيته انه لحتى يسرع معاملات الناس ويحسن الوضع، بس انا برايي كان مفترض انه يكون الموظف المرتشي يتخذ تدابير بحقه، بيتربى كل اغلبيه الموظفين ما ترجع تتعمم غير محلات. بس خليني جاوبك، خليني بس في التفاصيل شغله صغيره. انا عم بحكي بالقانون اليوم ما فيني افتح المجال هيدي. انا بكره كل وزاره تقول لك انا بدي اعمل صندوق للمواصفين لحتى اسرع معاملاتكم، بدكم تسرعوا ما بدكم تسرعوا. اليوم في قانون، في دستور بيرعى تطبيق القوانين، واضح بهالمجال هذا واضح. سعاده الوزير لما بيقول انه محاسبه يعني الموظف المرتشي او الموظف الغير منتج، انتم كيف بتواجهوا اليوم بصراحه؟ من قال انه نحن بوزاره العمل مش عم نحاسب الموظف المرتشي؟ صح، عم بصير في محاسبة. يعني إذا بصير في محاسبة يجب، أنا على الهواء بقول يجب أن أحاسب. أنا لم ولن أسمح بأي مخالفة بتصير تجاه أي مواطن وأسكت لهالموظف إذا بده يكون. نعم. أنا إحنا موجودين لهالموضوع يعني. هلأ هل نجحنا 100%؟ لعدة أسباب أكيد، ما حدينا وما صرنا بالسويد قديم. نعم. لا بس انه اكيد نحن نعمل، كان بتوجيه مباشر من معالي الوزير وبيعول عليه كثير انه محاسبة الموظف المقصر. هلا انا اذا بتسمح لي بس دقيقه بقول. تفضل. تاثير هالقرار على ثلاث قطاعات، على المواطنين، انا برايي على المواطنين يسهل العمل. ليه؟ المواطن اختياريا اللي جاي ومؤخر وبده معاملته بسرعة وحتى ما تكون على حساب معاملة الآخرين. طيب. عمله دفع 50,000 أخي، هذا للمواطن. طب إذا المواطن ما قدر يعمل المعاملة قد بده يدفع كسور؟ قديش بده يدفع؟ في رسمين هون هي. إيه نعم، في رسم. هلا في منهم اللي بينكسر. طب طبعا عايزك فيني اخذك قياسا على وزارة العدل. فيني بكرة إذا وزارة العدل عملت نفس هالقرار، بيجي المواطن بده يتشكى عليه، بده يقدم دعوة في تعدي عليه، بيقول له الموظف أنت إذا ما بتدفع 50,000
ما بتمشي معاملتك بسرعه اللي انت اللي عم يدفع 50,000. بقي يصل هيدي اداره لكل وزاره. لا في خصوصيه لكل وزاره، بالعكس نظام وظيفي واحد لكل الموظفين. طيب اوكي هيك تنقيسها على الامن العام. نعم عم تصير ولا برجع بقول لك هذا غلط. تنقيسها على الماليه. انا برجع بقول لك غلط. ليه مثلا انت مراجعه مجلس شورى الامن الكويت كمل عليهم كلهم برجع بقول لك رح يكمل. بحكيك جد اي فرض اي شيء قرار مخالف للقانون قلت لك رح ندونه. وهلا في اجتماع للنقابات كلها نعم يوم الجمعة سنطرح هذا الموضوع. حنطرح عدة مواضيع بقصة كحراك مدني، كيف بدنا نسمى موضوع انتخاب رئيس جمهورية بالنسبة للمواضيع القانونية. حيكون في كالنقابات كلها، رح نبتعرف تجتمع النقابات المهنة الحرة اليوم مؤثرة وغير أنها بتشكل 200-300 ألف رجل علم بالبلد اللي هن اللي مسؤولين عن هل مثل بيقولوا حكومة الظل لاتخاذ الإجراءات المخالفة للقانون أو لمصالح. بدي أسأل النائب اللي حدك أنت رح تشارك؟ لا بس لا بس في نقطة اللي ما بعرف ليش الكل عم بيتجاهلها بالقرار. اللي هي لأول مرة عم برجع بقول بتاريخ وزارة العمل تحدد بتحدد مهلة لإنجاز معاملة بدون دفع. انتبهوا هيدي جدا مهمة. يعني أنا مثل عم بقول موضوع المحاسبة، أنا بيجي بقدم معاملة أنت عم تقلي بدون دفع بدها 10 أيام. no. إذا أنا تجاوز 10 أيام عندي دليل بإيدي بقدر بشتكي على الموظف. بينما أنا مستعجل لا كمان بقدم ومعي وصل بإيده دفع رسوم الاستعجال إكسبرس ما يسمى كمان بحال تم تجاوز الحق. يعني أنا هون متخوف. لا اللي عم بقوله اللي عم بقوله هذا الاختيار والقرار حاجة خليني كمان اختياري. نعم. أنا ما عم بيجي بطلب منك أنت إلزامية الدفع، انا عم بيجي اقول لك انت بحال بدك تستعجل بعدين. مش بس موضوع هيك صراحه، هاي لازم تترافى مع تخفيف القيود للاداره بلبنان اللي قلنا عنها. يعني الامن العام صار بدك للصراحه صار اداره، انا ما بخرب حدا بتعرف بس صار سابق كثير الادارات العامه، يعني كان عبر ما يسمى المكننه والى اخره. نحن بعدنا بالوزاره العامه اللي بيجي ساعات مدير عام بيكتب بايده بيعبي بالكمبيوتر، بيكتب بايده بيعبي بالكمبيوتر. يعني يعني تطوير كمان الاداره العامه بتساهم ب بنحيي سوا للمدير العام. مش بس مشكله قرار ووزاره عامه، مشكله اداره عامه بلبنان. مفهوم الاداره العامه طيب حلوا لنا سلسله الرتب والرواتب. اول شيء بالنسبه للي حكيت تبسيط الاجراءات نعم بقلب وزارة العمل، نحن في لجان عم تشتغل عليها. إيه بس بعد ما صدر شيء يعني لما صدر بكل وزارات الدولة هلأ عم بصير تبسيط إجراءات على بوزارة التنمية الإدارية على صعيد كل وزارات الدولة. إن شاء الله نوصل له تبسيط إجراءات. يعني هلأ أنا حكيت أنا الإمباكت تبع هالقرار على المواطنين. نعم. ليش المواطن اللي بيجي بسرعة بده معاملته بيجيني بيقول لي دايما وهي عم تصير دخيلة بكره بتخلص الاجازه بالامن العام وبدي حط ودك طالع نازل واحد. نحن بنشجع المواطنين دائما انه يجوا ضمن المهن. بالنسبه للموظفين بالختام شو بدك تقول لي بالنسبه للموظفين بالختام؟ بالنسبه هلا بالنسبه للموظفين نحن بنقول انه هالاموال اللي عم تدفع بقلب لهالصندوق هي توزع بشكل عادل على جميع الموظفين، لانه في موظفين بدءا من المدير العام للحاجه للمدير العام. هلا هذا انا اذا بس للمدير العام شخصيا انا سوف لن يطالني هذا القرار، انا صرت برات الخدمه. بس الحقيقه انه اكيد في موظفين محظيين اليوم موجودين وهن حاليا ضد هالقرار، يعني كمان ضمنيا لا هيك بتتوزع على الجميع بعدل. يعني اليوم اذا بتفوت على محطه بنزين انت بيقول لك ما تدفع البخشيش للشال للموظف، حطه بالصندوق بيوزع. شو الاليه كيف الرقابه؟ بدنا نختم بس مع نائب بدنا نختم حضرتنا. كل اللي بنطلبه من وزاره العمل حتى ونحن مرتبطين بالادارات هو تسهيل الاجراءات وتحديثها وتطويرها. هلا كيف وليش ببلاش ببصاري وصلنا لمرحله ما عدنا كثير نوقف على هالتفاصيل، بس بدها تحديث وتطوير. بسأل سريع، كل دول العالم التأشيرات العمل بتصدر خلال 24 ساعة وصارت عبر الكمبيوتر وتلبولي بالإنترنت. بلبنان بعد عنا بدك 700 ورقة تروح تاخدها هيدي. يعني هاي تبسيط الإجراءات بتساهم كتير إن شاء الله. نائب كنا نتمنى جريئة من بداية الحلقة، ولكن اسمح لي بالختام رحب فيك من جديد لأنه راح تكون ضيفنا بأيام بعد أيام. بدي أشكرك على كل المتابعة، ولكن بالختام برجع بقول إنه أنتوا هلأ ناطرين مجلس شورى الدولي لحتى يعطيكم رأيه. شو بدك تقول للناس اللي عم بيتابعونا وهن مهتمين بهذا الموضوع؟ برجع بقول انه احنا كنقابة محامين نحن حنكون دائما الحصن الاساسي للدفاع عن الحقوق
والحريات مش مختلفين عليه الأنظمة. وأكثر من هيك هذا الموضوع أنا بغض النظر عن الحيثيات القرار اللي طريقتها برأيي برجع بقول لك مخالف لقوانين. أنت عم تحط مبالغ كيف ستوزع، مين حيوزعها، كيف الرقابة عليها، كيف الضرائب عليها. نحن برجع عم نحكي قانون وزارات دولة، أنت كيف تقطعها كيف توزع إن شاء الله خير. يمكن ببلاد